الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب رئيس الجمهورية. يلتزم هذا الجمع الكريم في افتتاح المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني لكرة السلة، مؤتمر الخطيب مولاه عبد المبارك، ونحن نخلي الذكرى 58 لانتفاضة سيرة تاريخية واليوم الوطني المفقود المصادف ليوم اختطاف واختفاء قائد تلك الانتفاضة زعيم المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء محمد سيد إبراهيم نصيري. لقد كانت تلك الانتفاضة محطة ناصعة ومتميزة في مسار طويل من المقاومة الصحراوية ضد مختلف أشكال الاستعمار والطغيان.